السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الأول متوسط، عندي حل مراجعة الدرس الثاني صفحة 17. أولا الفكرة الرئيسية، أولا ماذا نعني بحجم المادة؟ كتبتها هنا. حجم المادة هو مقدار الحيز الذي تشغله المادة في الكون. هاي النقطة الأولى. كيف يمكن قياس حجم جسم صلب منتظم؟ أقول لك جواب النقطة الثانية على وفق علاقة رياضية التي تعبر عن شكل ذلك، رياضية هذه التي تعبر عن شكل ذلك الجسم المنتظم الذي قد يكون مكعب أو أسطواني أو دائري. النقطة الأولى والثانية، أخذوا لها سكرين. المفردات، ثالثا ما حجم كتاب طوله 25 سنتيمتر وعرضه 18 سنتيمتر وارتفاعه 3 سنتيمتر؟ ايش اقول؟ اقول الحجم V يساوي لنا L في W في H. V يساوي لنا 25 سنتيمتر في 18 سنتيمتر في 3 سنتيمتر، ضربت الطول بالعرض بالارتفاع طلع لي 1350 سنتيمتر تكعيب. هذا جواب النقطة الثالثة. الرابعة، مكعب من الحديد طول ضلعه 20 سنتيمتر، احسب حجمه. المكعب نقول حجم المكعب 3 مرات اي، نقول 20 في 20 في 20 يطلع لنا 8000 سنتيمتر تكعيب. النقطة الخامسة، قطعة من الصخر وضعت في اسطوانة مدرجة تحتوي 80 سنتيمتر تكعيب من الماء، ما حجم الصخرة؟ إذا ارتفع الماء ليسجل 120 سنتيمتر تكعيب. أقول له ياتي النقطة الخامسة، أقول له V يساوي لنا V تربيع ناقص V1، 120 أنقصها من 80 يطلع لنا 40 سنتيمتر تكعيب. يلا أخذوا لها سكرين للورقة الأولى، 5 نقاط. تمام، هسا عندنا النقطة السادسة، يقول لك ما الذي يحصل لجسيمات الغاز الموضح في الشكل المجاور عندما تضاف أثقال أكثر بثبوت درجة الحرارة؟ أقول له سوف يندفع المكبس إلى الأسفل مما يؤدي إلى زيادة الضغط المسلط عليها وبالتالي سيقل حجمها. هذا جواب النقطة السادسة. تفكير الناقد، يقول لك أولا لماذا يتم شراء السوائل والغازات وفقا لحجمها؟ أقول له لأن قياس حجمها أسهل من قياس كتلتها وذلك باستعمال الأواني المدرجة. النقطة الثانية، لماذا لا يمكن قياس حجم قطعة صغيرة من البلاستيك باستعمال طريقة إزاحة السائل؟ أقول له لأن قطعة البلاستيك صغيرة سوف تطفو على سطح الماء وبالتالي لا يحصل ارتفاع السائل. حتى نقلونا النقطة الثالثة، خلينا نقرأها. النقطة الثالثة يقول ماذا يحصل لضغط الغاز إذا تضاعف حجمه بثبوت درجة الحرارة؟ أقول له عند مضاعفة حجم الغاز المحصور في وعاء بثبوت درجة الحرارة سوف يقل ضغطه نتيجة لتباعد الجزيئات.